عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى على هاد الأيام ديال الحجر الصحي تدوز علينا كاملين بالصحيحة والسلامة، ونديرو عقلنا ونجلسو في دويراتنا كاملين، لأن في المصلحة ديال الجميع، المصلحة ديال أن الكورونا والفيروس ما يبقاش يتنقل من بنادم لبنادم. وهي مناسبة كذلك باش نجلسو في الدار ونراجعو راسنا ونعرفو راسنا شنو كنا كنديرو من أخطاء، ونعاونو عباد الله. إلا كانت عندك شي حاجة باش تعاوني، وخا حتى بالتليفون ولا باش بالنصائح ولا شي حاجة، كيكون عندك فرصة باش نتلاقى مع الناس وخا حتى بالهاتف. قررنا باش نديرو، قررت فاش شدت الشركة وبقى عندنا مال الدار وميمكنناش نجمعو، قررت باش نجي للدار ندير ان بيتي اتوليي ونبدا نصوب لي بافيت على داكشي اللي كي، حيت جو سوي ستيليست، دونك ما جبرت راسي باش غادي نعاون. قلت علاش ما نعاونش بهاد لي بافيت، عندنا لو تيسو في الشركه، عندنا الماتيريال في الشركه، عندنا واحد لو ستوك، علاش داك لو ستوك ما نعاونوش به عباد الله واكثريه الناس اللي ما يمكن لهمش يشريوهم ولا يكونوا ولا ما يجبروهمش في السوق. دونك صوبنا حنايا، رحنا خدمنا من النهار الاول ديال الكونفينمون حنا خدامين، صوبنا الحمد لله بزاف ديال لي بافيت بحال هكا ياك، وسميتو فرقناهم على الناس في سبيل الله. المهم معاونه واخا بسيطه، ولكن المهم ان ستيليت ما بقاش جالس كاع في دارو مربي يديه. من بعد وقع واحد المشكل، ان داك لي كاسك ملي كدير لا بافيت هكا كيبقى شعرك عريان، ولا كيديروا داك الطريب شات غير حتى لهنا كيبقاو له ودينات عريانين. جيت انا قلت بوكو با نصوبوا ان كاغول، هاد لا كاغول هادي كتحشى في الراس، ان كاغول هادي مقسومه على جوج، دونك كنخيطوها من اللور وكنحشيوها حتى للكتاف، كتوصل حتى لهنايا، وعاد ديك الساعه كتحشيها من الداخل، كتلقى عندك كتغطي هاد لابارتي هادي كامله وكتغطي شعرك كامل، وعاد كدير لا بافيت. دونك كنكونوا درنا وقايه اكثر للناس اللي كيخدموا فاش كيعيطوا اللي كيخدموا في لو كور ميديكال، يعني درنا لهم هاد الوقايه باش اوموا ينقصوا شي شويه ديال الملاقيه مع الفيروس في الدات ديالهم. كنتمنى الله هاد الايام اللي ديالنا تدوز علينا بخير وما يوقعش بزاف ديال لي ديكا. كون كنتمنى على الله نخرجوا كل الناس سالمين، ويكون كل شيء عنده وعي بان هاد الحال غادي تدوز، ومن بعد ما غادي تدوز ان شاء الله كلنا غنخرجوا وغنضحكوا وغنكونوا بخير. الا مشينا حتى ما جلسناش في ديورنا، وهلا بدا غيوقعوا لنا المشاكل، غنبكيو على عائلاتنا، غنبكيو على العزاز علينا، من الاحسن نجلسوا في ديورنا. تبارك الله عليكم، الله يدوز كل شيء على خير.